يواجه فريق برشلونة فريق ريال مايوركا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكي تشاهد معنا المباراة مع الإفضل الضغط بزر وشكرا لكم مسبقا ملعب المصطفى مباراة ملعب إستادي دو مايوركا في سنة الساعة 7 مساء بتوقيت الجزائر وتونس المغرب والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت السعودية وقطر الإمارات سوف تنقل المباراة عبر قناة بين سبورت واحدة تجدون في صندوق الوصف عند بداية المباراة نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصيات الزر على الكل لكي توصل دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم مواعيد في موعد قادم